ازيكم يا جماعة؟ دي هتبقى أول حلقات في سلسلة هوم سينما في البيت. دي سلسلة حلقات أنا هقدمها من غير تقييم لمشاهدة الأفلام في البيت. يلا بينا. Never enough. No! اول حلقة هتبقى عن فيلم Mother. بتدور احداث الفيلم شخصية Mother اللي بتجسدها جينيفر لورنس، وعندنا شخصية هيم اللي بيقوم ببطولتها خافيار بارديم. نتعرف على شخصية هيم وهو شاعر مشهور بيحاول يكتب قصيدة، بس للأسف بيفشل علشان مش عارف يجمع افكاره في الاول. Breathe life back into every room. Are you happy? I love you. ومراته اللي هي شخصية مذر همها ان هي بتزبط البيت. We spend all our time here. I want to make a paradise. She redid all of it. Every last detail. And she breathed life back into every. وفي يوم من الايام بيجي شخص او بيجي زائر للبيت ده، هو راجل غريب، هو كان فاكره بانسيون، والشاعر بيرحب بيه في البيت جدا وبيصر ان هو يبات معاهم الليله. وفجاه تاني يوم بنشوف ان مرات الراجل الغريب ده هو عزمها وجت تاني يوم البيت، وبعد كده بتتولى الاحداث. بليز كم ان. هالو هالو. هيز ا سترينجر. وير جاست غانا ليت هيم سليب ان اور هاوس. صدقوني انا عايز اتكلم اكتر عن الفيلم، بس مش هينفع، لان لو اتكلمت اكتر من كده عن الفيلم هبقى بحرق الفيلم. هقول لكم على حاجه واحده بس، ركزوا كويس قوي وانتوا بتتفرجوا على الفيلم وهتفهموا انا عايز اقول ايه بالظبط. الفيلم من بطوله جينيفر لورنس، خافيار بارديم، ميشيل فايفر، واد هاريس، ومن اخراج دارين ارنوسكي اللي هو نفس مخرج فيلم ريكيوم فور ا دريم وبلاك سوان. What were you doing in their luggage? اقول تاني ايه في الفيلم؟ مش عارف اقول ايه. صدقوني يا جماعه انا الفيلم ده بالذات انا كان نفسي اتكلم فيه اكتر من كده، بس هيبقى حرام ليكوا جدا ان لو اتكلمت اكتر في الفيلم ده هبقى بحرق كتير جدا في الفيلم. فحاسبكم تتفرجوا على الفيلم وهتشوفوا انا قصدي ايه بالظبط. فيلم مادر فيه واحد من احلى مشاهد الاخراج في نص الفيلم او في الاخر، ومع ذلك برضو ما نالش اي ترشيح. يا رب الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. باي باي. Open the door to new people, new ideas.